ولد الممثل القطري غازي حسين الخزاعي في 1 يناير عام 1950 في الدوحة. بدايته كانت من خلال إذاعة قطر عام 1968 من خلال تقديمه برامج منوعات، ثم شارك في التلفزيون القطري عبر برامج أطفال من مسابقات وفوازير رمضانية، إضافة إلى مشاركته الأبرز في برنامج الأطفال افتح يا سمسم. شارك غازي في العديد من المسرحيات، كان أولها مسرحية باقي الوصية مع فرقة قطر المسرحية، والتي كانت تقدم عروضا مسرحية جيدة في ذلك الحين، حيث حصدت مجموعة من الجوائز على مستوى الوطن العربي، وكان ذلك خلال فترة منتصف السبعينيات. إلا أن بروزه جاء أكبر وأكثر بعد ظهوره في المسلسلات التلفزيونية، فقد شارك في مسلسلات عديدة منها المحلي والآخر خليجي وعربي، حيث قام ببطولة أول مسلسل والذي حمل اسم عفوا سيدي الوالد، وبعدها شارك في العديد من المسلسلات منها آخر العنقود والذي شاركه فيه نخبة من نجوم الدراما الخليجية وعلى رأسهم الفنان الراحل محمد العلي، إضافة إلى مسلسل فايز التوش وتناتيف وحكم البشر ويوم آخر وهدوء وعواصف والدنيا لحظة وأحلى الأيام والعديد من الأعمال الدرامية مع العديد من المخرجين العرب، كما كرم في العديد من المحافل كان آخرها من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون بالبحرين، كما كرم من مهرجان القاهرة الدولي كأفضل دور مميز في الإذاعة. هو خريج جامعة بيروت العربية قسم لغة عربية، إضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في مجال الإعلام في بعض الدول الخليجية والعربية. من أشهر أعماله التلفزيونية مسلسل سلامتك عام 1980، مسلسل أحمد باشا الجزار عام 1980، مسلسل مصرع المتنبي عام 1980، مسلسل الفرسان يغمدون سيوفهم عام 1980، مسلسل أحلى الأيام عام 1982، مسلسل حكاية صلبوخ عام 1983، مسلسل حكاية العرندس عام 1983، مسلسل موسى بن النصير عام 1983، مسلسل فايز التوش عام 1984، مسلسل مغامرات جاسم عام 1985، مسلسل زهرة الجبل عام 1985، مسلسل الكنز عام 1986، مسلسل بنات الفريج عام 1986، مسلسل محسن منكم وفيكم عام 1987، مسلسل الناس الطيبين عام 1988، مسلسل سنوات الضحك والدموع عام 1989، مسلسل تناتيف عام 1990، مسلسل أيام العمر عام 1991، مسلسل الوريث عام 1992، مسلسل حلم شهريار عام 1992، مسلسل آخر العنقود عام 1993، مسلسل السر في البير عام 1993، مسلسل صار وش كان عام 1994، مسلسل عفوا سيدي الوالد عام 1994، مسلسل افتح يا وطني أبوابك عام 1995، مسلسل عيني يا بحر عام 1995، مسلسل جميلة عام 1995، مسلسل بيت المغتني عام 1995، مسلسل الحيتان عام 1995، مسلسل نأسف لهذا الخلل عام 1996، مسلسل حتى إشعار آخر عام 1997، مسلسل أبناء الغد عام 1999. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.